أنس بلحوش المحترف السوري، كامل السالم السوري الآخر. جماهير الوحدات الحاضرة أيقنت أن عملية رفع اللقب باتت على بعد خطوات قليلة، والأمل من رحلته إلى البقعة يتمحور حول السير خطوة إضافية نحو مراده، وللإعلان عن تحقيق المبتغى فضل الضيف خيار الهجوم منذ البداية، فكانت الخطورة نهاية هجماته كما هي العادة. وأبرز دليل على ذلك تلك المحاولة لعبد الله ذيب أبعدها المدافع علي أبو صالح بصعوبة قبل تجاوزها خط المرمى. وخصوصا المدرب المصري شريف الخشاب بدأ قلقا من المد الهجومي للوحدات، خاصة بعد أن مرت تسديدة عبد الله ذيب الأخرى بجانب القائم، وعليه كان لابد من التسلح بذات سلاح منافسه، فكان الهجوم حال الفريقين. ورد البقع عبر هدين بعد عدة محاولات تألق المخضرم عامر شفيع في إحباط مفعولها. المدرب جمال محمود طالب لاعبيه بضرورة استغلال الرغبة الهجومية الواضحة لمنافسه، فكان يزن الثلج على الموعد لمنحه ما أراد بعد كرة متقنة استقرت داخل الخشبات الثلاث. الهدف أقلق البقعة وأراح الوحدات، فجاءت معه عملية البحث عن الثاني، وهو ما كاد أن يؤكده الضيوف بعد سلسلة من الهجمات لم يكتب لنهايتها النجاح، لكنها امتدت للجزء الثاني من الحكاية، فكانت السردة القصصية مماثلة للأول، حتى وإن رسم البقعة بدايتها بعد جملة من الفرص تعامل معها عامر شفيع بكل إتقان. عامر شفيع البقعة لم يتمكن من إيجاد الحل لتجاوز دفاع الضيف رغم اعتماده على التسديدات البعيدة ووصوله في عدة مناسبات إلى مناطقه، إلا أن الوحدات كان الأكثر خطورة وقوة وكان قريبا من زيادة الغلة مع كل كرة، حتى جاء البديل سعيد مرجان بالأخبار السارة لمدربه وجماهيره بتدوينه ثاني الأهداف وتأمينه على كامل النقاط. نور الجاموس، صدى الملاعب.